للفتة نحن بحاجة لأربع صدور من الدجاج المسلوق، أربع أكواب لبن من حمودة، نص كوب طحين، أربع أكواب من مرقة سلق الدجاج، ملح وفلفل أكيد حسب رغبتكم. أما للوجه فنحن بحاجة لبصل محمر، بقدونس، لوز مقلي، وأيضا الوصفة بحاجة لصلصة، ولإلها نحن بحاجة لمعلقة صغيرة من السمنة، فص مستكة، 3 معلقة كبيرة من الصلصة، كوب مرق، ملح وفلفل أكيد حسب رغبتكم، ونحن بحاجة لرز أبيض للفتة. أنا غطيت على الرز دلوقتي. هناخد دلوقتي الطحين اللي عندنا، هو تقريبا كل كوباية من اللبن بتاخد معلقة كبيرة من الطحين. هناخد دلوقتي الطحين اللي عندنا وهنحط من لبن حمودة بهذا الشكل، شوية بس كده نقلبهم وبعدين نبتدي نزيد كمان شوية. عندي أنا بقى هنا المرق، مرق سلق الدجاج. الدجاج أنا دايما بحط له ورق غار وورق عود قرفة، ولو أنا عايزة لونه يكون مش غامق فبحط له الفلفل حب. وبنحط له طبعا ملح وفلفل وهيل وورق غار قلنا وبس. عايزة أساعدك ولا لا؟ ساعديني طبعا. هحط لك دلوقتي شوية مرقة وانتي قلبي. هنحط شوية كده، هحط الأول بس يعني مثلا كبشتين كده ونحطهم على النار ونشوف السماكة بتاعت الكشك بتاعنا ايه. لازم يكون سميك؟ لازم يكون سميك. خلاص حلو كده، مش يعني سميك انه يعني بيبقى عامل زي المهلبية مثلا. قوام المهلبية. بس بنحطه على النار. لازم يضل يتحرك اللبن. ممكن تحطيه هنا وتحركيه وانا اعمل ايه؟ هنعمل دلوقتي الصلصة بتاعتنا. اوكي قولي لنا كده مقادير الصلصة. يلا نرجع نحكي لكم. ما فيهاش حاجة خالص. مقادير الصلصة، للصلصة نحن بحاجة لمعلقة صغيرة من السمنة، فص مستكة، 3 معلقة كبيرة من الصلصة، كوب مرق وفلفل بس. وملح حسب الرغبة. بس شايفة هو اللي بيخلي بس الصلصة بتاعتها لذيذة ايه؟ المسكة. المسكة. اوكي يلا قلبي. ودايما الفكره ولا تحبي اقلب انا وتقري انت زي ما تحبي؟ لا ما تفرقش معايا، لازم هو لازم يتقلب صح عشان ما لا يعني. اوكي طيب هناخد دلوقتي بس معلقه صغيره من السمنه هنحطها كده هنا ونحط معاها المسكه اهي. خلاص حطينا دلوقتي هنا السمنه وحطينا المسكه، ابتدت ريحتها تطلع اهي. هنحط دلوقتي صلصه البندوره ونبعد كده. اوكي وهنجيب برضو المرقه اللي عندنا وهنحطها هنا ونخليها تتكثف اهي. حلو. نحط لها بس شويه ملح. وصفه سهله ولذيذه جدا جدا. خلينا نجيب الملح بتاعنا عشان انا مخبيه الملح. مخبيه الملح؟ ايوه مخبيه الملح ليه يا غاده؟ بخبيه علشان خاطر كل ما اعوزه الاقيه. تمام خلاص كده احنا طبعا انا الكشك عندي هنا اهو خلص، وزي ما انت شايفه هو بيبقى شويه سميك. هناخد شويه من البصل اللي عندنا المقلي ونحطه جوه الكشك بالشكل ده، وهو البصل بيبقى مقلي بسمنه. يعني انا بقليه دايما بسمنه وتحطيه على الوش بقى بالسمنه بتاعته. حلو. فانا لان السمنه دلوقتي ما هيش باينه قوي ف لازم ترجع تحطي سمنه. اهي بصي صغيره. معلقه صغيره سمنه بس كده للوش. الاكل الدسم ذاك؟ لا لا بس دي مش دسم، ده دي معلقه بس والله يعني. بتتوزع يعني هنا شوفي احنا مش حاطين خالص اي دسم صح؟ مظبوط. نحاول ايه نقنع نفسنا باللي احنا بنقوله بس هو فعلا مش تقيل قوي، دي حقيقه. اللي هي زي الطشه اللي رح تيجي على الوجه. يعني هي مش طشه بس يعني عشان لما تبقي حاطه البصل يبقى كده معاه شويه سمنه بس. خلاص يعني هي كده خلاص. هنحطها بقى هنا. طبق الرز انا عملت ايه؟ اخدت بصوا جبت بوله شايفينها من تحت
اول مره ما اقلبش على راسي، اول مره ما اقلبش على راسي. بصوا بصوا يا حبايبي بقى احنا عاملين ايه، اهي شوفوا اهي البوله اهي شايفينها. هناخد بقى البوله دي هي اللي هنحط فيها الصلصه. اوكي وهاخد دلوقتي الكشك، كشك بتاعنا ونحطه نغرفه كده هنا. عايزه كفكير؟ اخد الكفكير زيد. هاي واحد تاني نبتدي نحطه بقى كده. استني سوري، شوفي عشان خبز. الخبز ما هو اللي بيعمل حاجه ممكن يقع فيها، بس هناخد شويه خبز ونحطهم كده تحت. ونحط عليهم الكشك، الكشك بتاعنا. يلا. طب والدجاج ايش رح تعمل فيه؟ الدجاج هحطه بقى داير ما يدور، يعني نحاول كده نحط البصل والحاجات دي بطريقه لطيفه. احنا نطفي ده لانه انطفوا التكييف فهنفطس. نحط كده، شوفي بنحط ده بقى كده بالتناوب مع البقدونس مع ال مع اللوز، يعني زينوه بطريقة حلوة لأنه العين بتاكل قبل التم. بس وبعدين هحط الصلصة كده في النص وبعدين. طيب عشان غادة تاخدي هيك وقتك بالتزيين وتحطي الدجاج وصلصة البندورة أكيد بالفتة ويطلع بشكلها النهائي.